أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ما إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا لقومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة لنا لبعد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما خلقنا قبلهم من القرون أنهم عليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا قالوا عنها موردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لو يشاء الله وتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويأكلون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا ترزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وعليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم
شمس دها بدر تجا صدر للا نور الهدى قافل ورا مصباح ظلم جميل شيم شاف الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شافي المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السكلين نبي الهرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى السكلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم بلاغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما